مو فجأة وصول زانيشيا البلد والله مومونوسكي أنا بسمعها. هي إيه دي يا زانيشيا؟ أنا حاسس بيها. الشعور ده بيرجعني بحنين الماضي. برضو بتقصد على إيه؟ أنا مش فاهمك. أنا سامع دقات طبول التحرير. مومونوسكي واقف مصدوم ومش فاهم هو بيتكلم على إيه. أنا ما سمعتش الدقات دي من 800 سنة فاتت. هو موجود، موجود معانا هنا. طب هو مين؟ قولي. هو هنا، أنا حاسس بيه. وفجأة الوقت بيقف، إحساس رهيب في المكان. في دقات طبول بتتضرب أكنها طبول حرب، طبول انفقدت من زمان جدا وكل كان مستنيها. في حاجة بتحصل، حاجة بتحصل في المكان. اللحظة دي شكلها هي اللي هتحسم الأمر كله. لحظة الأمل، لحظة طلوع فجر جديد. قوة تخاطر، قوة تخاطر جامدة جدا بين زانيشيا ومومونوسكي. عن مين بتتكلم يا زانيشيا؟ أنا بتكلم عن الجي بوي. انت بتقولي هي زانيشيا؟ انت واثق من الكلام ده فعلا؟ صوت ضحك بيملى المكان بشكل هستوري جدا. الصوت الضحكة بيسمع الكل وبيقول انا خسرت دلوقتي لكني مستمتع بوقتي. شعاع رهيب بيضرب في المكان كله، هلا جامدة جدا بتعم المكان كله. مومونوسكي عمال يبص لفوق عند مكان لوفي. ياماتو هي كمان بتستشعر هلا جامدة جدا جاية من على السطح وعمالة تبص لفوق. سيدي سيدي اصحى بسرعة. سانجي بيقوم مخضوض وبيصحى من احلى نومة من شدة الهالة وعمال برضو يبص لفوق. كيدو هو كمان عمال يبص على السطح وبيقول ان هو محسش بهالة زي دي قبل كده. لو الساموراي هما كمان عمالين يبصوا يمة السطح. شعاع الهالة عمال يضرب في المكان كله. ماركو هو كمان عمال يبص اتجاه السطح ومش فاهم فيه ايه. نامي عمالة تعيط وتقول الحمد لله انه لسه بخير. بوبوم لوفي بيتحول لتطور نيكا. لوفي بيتحول للجيرو خمسة. لوفي بيتحول لإله الشمس. طيب شباب، عاوز اقول حاجة قبل ما ابدأ. عاوز اشكر كل شخص دعمني الفترة اللي فاتت دي، واشكر الناس اللي وقفت جنبي من اول ما فتحت القناة، وبقول لهم شكرا جدا 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 على دعمكم ليا الجامد ده. وما كنتش هوصل لخمسين الف مشترك او اكتر من كده الا بدعمكم ده، وشكرا لكم جدا. وما تنساش انك تعمل اشتراك ولايك وانك تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا. وفي الارض المقدسة تحديدا، الجروسكا قاعدين بيحللوا المعركة وبيقولوا احنا ضحينا بواحد من افضل عملاء السي بتوعنا وكمان اغضبنا كايدو. هل احنا كده متأكدين اننا في الطريق الصحيح؟ ممكن نكون ماشيين صح، لان مفيش حل غير كده لتجنب حدوث الامر اللي دايما بنفشل فيه. دايما بيحصل نفس الامر في كل مرة من 800 سنة فاتت، واحنا بنحاول نستحوذ على فاكهة المطاط اكنها هي بذات نفسها بتحاول تبعد عننا. اكيد وده مش مستحيل، لان جميع فواكه الزون ليها ارادة خاصة، وخاصة الفاكهة دي اللي بتحمل اسم اله. والفاكهة دي من الفواكه الاسطورية واسمها الحقيقي بشر بشر، وده بيميزها بالنموذج نيكا. بيقدر صاحبها انه يستخدم قدرة المطاط، وبيقدر كمان انه يحول اي حاجة هو عاوزها للمطاط طالما انه فكر فيها بس. يعني عاملة زي قدرة الخيال كده، كل ما تفكر في حاجة هتحصل لك على طول. ولكن تطور نيكا ده بيجسد شخصية تانية في نفس الجسم، يعني بيكون شخصيتين في نفس الجسم، وده وقت الايقاظ فقط. واسم الشخصية التانية دي محارب التحرير او بإله الشمس نيكا، القوة الاكثر سخافة في العالم. واحب اوضح شيء بسيط عن كلمة إله الشمس. الكلمة دي بتتقال للمتعة مش اكتر، وما فيهاش حرمانيات ولا حاجة. نرجع بقى لقلعة الغشيمة وغرفة الكونوس تحديدا. اوروتشي لسه واقع على الارض والحجارة واقعة عليه، لكن بنكتشف ان البنت دي لها علاقة بأودين، وهي جاية اصلا عشان تقتل اوروتشي. بيحاول اوروتشي انه يشرح لها ان كايدو كان بيستغله في كل حاجة وان هو بريء ما عملش حاجة. بتقول له يا راجل ده انت تفيت في وش الساموراي اللي كانوا معاك، فما فيش حد هيصدقك اصلا. المهم ابي اوفى وعده صحيح ولا لا؟ فضل يرقص خمس سنين زي العبيط في الشوارع على امل انكم هتوفوا بوعدكم ليه وتتركوا بلدوانه بدون قتال. وفضل كاتم السر ده في قلبه وما قالش لحد من عيلته خالص، لكن رغم ده كله كان بيبتسم وكان راضي عن اللي هو بيعمله. وبتفضل تفتكر ذكرياتها هي وابوها
وفي الاخر بتخلع الكناع وبتورينا وشها، وبتطلع ان دي هيوري بنت اودين واخت مومونوسكي، وهي بتتكلم مع اوروتشي بيجي السلايم بتاع كانجورو وبيعرفه انه فشل في تفجير المتفجرات. بيقول له تمام انت كده اعمل اخر مهمه ليك واحرق البنت اللي قدامي دي. لكن وفجاه بنشوف كانجورو بيتجه اتجاه اوروتشي وبيروح يولع فيه. اوروتشي عمال يصرخ من الالم وبيترجاها انها تنقذه او تشيل عنه الحجاره دي، لكن هيورو بتبصله بنظرات حقد وعماله تعيط على اهلها اللي ماتوا. وعلى سطح قلعه الغشيمة اللحظه اللي كلنا مستنيينها، لحظه الامل، لحظه تحول لوفي للجيرو 5. بيقول انا حاسس ان ممكن اعمل اي شيء مهما كان واقدر اقاتل لوقت اطول من كده. حتى نبضات قلبي بقت مضحكه. وداخل قلعه الغشيمة كايدو بيحس بهاكي جامد جدا جاي من فوق السطح، والهاكي عمال يضرب في المكان كله وكله بيحس بيه وبقوته. واتباع كايدو فرحانين ان كايدو منتصر على لوفي، لكن كايدو بيقول لهم اهدوا بس، في حاجه غريبه بتحصل هنا. السطح عمال يتكسر من شده الهاكي، وكل تحت مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وفجاه وبسرعه جامده بنلاقي ايده عملاقه بتمسك بكايدو من نص بطنه وبيضخم ايده الثانيه وبيدي لكايدو فوق دماغه، وبيفضل يسحب فيه لحد ما بيخرجه بره فوق السطح من جديد. ولوفي ماسك في كايدو وعمال يلعب بيه زي كره جلد في الهواء، وفي الاخر بيمسكه بايده الاثنين وبينزل بدماغه على الارض. لكن كايدو بيعدل نفسه بسرعه جامده بيهاجم باللهب المتفجر بتاعه، ولوفي من شده الكوميديا اللي هو فيها عينيه بتخرج من مكانها وبيمسك الارض من تحتيه وبيرفعه قدامه وبيحولها لمطاط وبيصد ضربه كايدو بيها بكل سهوله. وبيفضل لوفي يضحك الضحكات الجامده بتاعته دي، وبيقول له كايدو انه اسف على اللي حصل قبل كده من عملاء السي بي وانه ما كانش عاوز يفوز بالطريقه دي. لكن لوفي بيقول له لا لا عادي، المهم يلا خلينا نبدا القتال بتاعنا. انا افتكرتك مت يا قبعه القش. وانا كمان يا كايدو. لوفي عمال يضحك قدام كايدو، وكل ما كايدو يقول له على حاجه لوفي يقول له زيها. كايدو واقف عمال يفكر وبيقول ان قوه المطاط بتاعته بدات تاثر على الاشياء اللي جنبه، يعني ان لوفي دلوقتي بيقدر يحول اي شيء لمطاط زي قدره الدفلامينجو كده لما ايقظ الفاكهه بتاعته قدام لوفي، ودي فواكه البراميسيا بس اللي شكلها بتقدر تعمل كده. ولكن في امر غريب محير كايدو، بيقول ان التحول اللي تحوله لوفي ده من خصائص فواكه الزون وهما بس اللي بيقدروا يعملوا كده هما كمان. وبسرعه جامده من كايدو على لوفي بيروح ياخد لوفي جوه بقه، بيحاول لوفي انه يخرج من بقه لكن خلاص فات الاوان يا عم لوفي. كايدو بيبلع لوفي جوه جسمه، يا نهار ابيض. لكن بنشوف لوفي وهو عمال يتنطط جوه جسم كايدو فوق وتحت وتحت وفوق، واللعب بيكون شغال على الاخر، وكايدو عمال يصرخ من الالم بره لحد ما فجاه لوفي بينفخ نفسه جوه جسمه. وبنشوف ان كايدو بقى عامل زي الست الحامل اللي ببطنها 20 عيل، وشكلها كمان قدره المطاط بتاعت لوفي اثرت على جسمه، وكايدو من بره عمال يصرخ من الالم. تستاهل يا وحش والله، حد قال لك تروح تاكل مهرج زي ده؟ اهو نفخك يا معلم. وياماتو ومونوسكو واقفين جنب بعض هم كمان وشايفين كل اللي بيحصل، فاكرة ان ده تحول جديد من ابوها. وفوق في السماء فعلا زي ما قلنا قبل كده ان قدرة لوفي اثرت على جسم كايدو واصبح الجزء اللي فيه لوفي بقى مطاط دلوقتي. كايدو بيقول ازاي كده، انا جسمي مش مطاط عشان يعمل الكلام ده. وداخل جسم كايدو لوفي بيشوف نور ابيض قدام عينيه وبسرعة بيجري عليها عشان يخرج من هناك، لكن المفاجأة ان ده ما كانش مخرج، دي دول عينين كايدو. وبيخرج لوفي ايديه منها وبيمسك مناخيره، ومحدش يسألني لوفي ازاي خرج ايده من عينيه عشان انا زيكم معرفش. وبيفضل لوفي يحكله في مناخيره كده عشان يعطس، وكايدو بيعطس فعلا وبيخرج لوفي من معدته. اقسم بالله معركه اخر مسخره. لوفي عمال يضحك وبيطير في السماء وبيطلع فوق السحاب، وكايدو بيبص له كده ولسان طالع بره بقه وعاوز يقول له انا على الميتين شكلك طلعت عين يا راجل. اول مره بجد كايدو يصعب عليا. ياماتو ومونوسكي واقفين مش مصدقين اللي بيحصل مع كايدو، لكن وفجاه بنشوف رجل شخص عملاق بينزل بيها على وش كايدو. وبيطلع ان ده لوفي، لكن كايدو بيلحق نفسه بسرعه جامده بيروح يعض لوفي من رجليه. الله، هو اتعلم العض من مونوسكي ولا ايه؟ لكن بنشوف لوفي هو فتح بقه 50 متر لفوق وبيمسك كايدو من نص جسمه وبيفضل يلوح فيه فوق وتحت، والموضوع اخر جمدان. لوفي اكنه مسك تعبان في ايده ونزل فيه ضرب لحد ما كايدو بيقدر يثبت دماغه اتجاه لوفي وبيضربه من النار بتاعته، وفعلا بتيجي في لوفي وبتخليه بطاطس محمره. لكن لوفي ما بيتاثرش بالهجوم كتير وبيقف من جديد وبيعض في اسنانه وبيقلب مكنه ريس وبيطير على كايدو وبيحاول يهاجم على كايدو اللي رجع لتطور الهجين بتاعه، لكن كايدو بيكون اسرع منه وبيطير هو في الجو وبينزل بيها على دماغ لوفي. ولوفي من شده الكوميديا بيدخل بوش جوه القلعه وبيطلع عينيه من وشه كده، فكرني بفيلم القناع الاخضر برضو اللي كان بيلبسه كان بيعمل نفس تصرفات لوفي بالظبط. جنود كايدو بيتخض من اللي هم شايفينه قدامهم، ولكن لوفي بيرجع على السطح من تاني. لكن بنشوف ان قوه لوفي بدات تنفذ منه وكل شويه يتقلص يتقلص لحد ما بقى عظم على جلد، وكايدو بيرجع يقف قدامه من جديد لكن
بيكون هو كمان تعبان، بيسأل لوفي انت مين بالظبط، لكن لوفي ما بيردش عليه. وبنشوف ان لوفي ان خلاص على وشك الموت، لان الجيرو 5 ده بيستهلك كل قوته. لكن كايدو بيطمنه وبيقول له اطمن، الناس هتحكي عليكم وعن كفاحكم في المستقبل البعيد. لكن لوفي بيرد عليه وبيقول له لا طبعا انا مش عاوز حاجه زي كده. بتقول يا مات انها اول مره تشوف شيء زي كده، هي بتقصد على لوفي يعني. ولكن لوفي لما بيتحول بيكون كل حاجه فيه بيضه، وانهم كمان ما بقوش سامعين صوت لوفي، يعني وقت ما لوفي شكله شحب كده صوته بدا يضعف هو كمان. لكن لوفي بيقدر يقف من جديد وبيقول ان هو مش هيموت لحد ما ينفذ وعده لمومونوسكي وكيمون وأوتاما وبيدورو، وانه هيطردوا من بلد وانو باي ثمن. لوفي نبضات قلبه بتتسارع وعماله تنبض بشكل كبير ومستمر وسريعه جدا. كايدو بيقول له انت شكلك هتموت دلوقتي يا معلم، بيقول له لا 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 ما تقلقش انت بس ده شيء مش هيوقفني. كايدو بيقول له تمام يلا وريني قوتك. لوفي بيضحك من جديد وكايدو بيهاجم عليه، وبتيجي ضرب كايدو في لوفي فعلا، لكن بنكتشف ان لوفي بيقدر يمط نفسه على السلاح بتاع كايدو وبيقلب كده على شكل الرسوم المتحركه، بس برضه بتوجعه وبيتالم عشان الهاكي. لكن كايدو ما بيهتمش وبيروح يهاجم عليه مره ثانيه، ولوفي بيتفاداها في اخر لحظه وبيطير في الجو وبينزل على الارض من تاني، وبيستعد كده وبيعد عدة تنزله على انه هيطير على كايدو. وفجاه ثروا جامد على كايدو من لوفي بيهاجم عليه بلهجمات سريعه ومضحكه ورا بعض، وكايدو بيصد هجماته الواحده ورا الثانيه. بيقول كايدو ازاي بيقدر يعمل الكلام ده، اسلوب قتاله متحرر جدا، حتى انه بيقدر يغلف نفسه بهاك التسليح ويأثر على البيئه اللي حواليه. ولكن مع ده كله برضه مفيش حد في العالم هيقدر يهزمني. لكن لوفي بيفوق من احلامه وبيديله لكمه بتخترق دماغه حرفيا. وما تسالنيش ازاي يا صديقي، عشان برضه انا دماغي هتفرقع من الحاجات اللي زي كده. حتى ياماتو ومونوسكي مستغربين، وكايدو وقع على الارض من قوه الضربه. بيقول لوفي الكايدو ايه رايك في المتعه دي يا كايدو، بس لوفي بعدها بيقف مهتار عشان مش عارف يسمي تقنيته الاخيره دي ايه. وكايدو وقع على الارض وكل شويه يسال لوفي مين انت، وفجاه بتشوف زونيشي وهو بينادي على لوفي بالجي بوي وبيقول له ان ايقاع النبضات دي بترجعه بحنين الماضي واكنك موجود هنا دلوقتي. هو بيقصد انه قدامه على السطح يعني، يعني احنا مش فاهمين ده فعلا الجي بوي ولا لا، لانه بيقول له اكنك موجود دلوقتي، يعني اكنك موجود يعني انت مش موجود، بس انا حاسس بحاجه جايه منك، فالله اعلم برضه. ولوفي بيقول له كايدو ان هو اسمه مونكي دي لوفي، الراجل اللي هيتغلب عليكم كلكم ويكون ملك القراصنه. ملك القراصنه، انا سعيد انك لسه متغطرس زي ما انت يا قبعه القش، حتى بعد ما فعلت الايقاظ بتاعتك الهزيله دي برضه مش هتعرف تهزمني، مع اني خسرت خسائر كبيره في المعركه دي. لكن لوفي بيرد عليه وبيقول له لا لازم اهزمك هنا عشان اقدر استعيد الاشياء اللي انت خدتها مني. هو بيقصد الساموراي والاشخاص اللي ماتوا في سبيل كده. لكن كايدو ما بيهتمش وبيروح يهاجم على لوفي بضربات سريعه ورا بعض وكلها بتيجي في لوفي. لكن زي ما قلنا قبل كده ان لوفي بيمط نفسه على السلاح بتاعه، لكن برضه بيتاثر عشان الهاك اللي فيه. لكن بيرجع لوفي هو يهاجم على كايدو بلكمات سريعه ورا بعض وكلها بتيجي في كايدو وبتاثر فيه هو كمان. لكن برضه تحول الجيرو 5 بيضعف لوفي جامد وعمال بيكح عشان بياخد طاقه جسمه كلها. بيقول له كايدو ان النار ماسكه في قلعه الغشيمة من تحت، واكيد الساموراي هيموتوا محروقين هم كمان. الساموراي دول هينجوا بكل تاكيد وهينجزوا المهمه الموكلين بيها، ومهمتي الوحيده هي ان اهزمك يا كايدو. لكن بنشوف كايدو بيهاجم على لوفي بانصال قاطعه، ولوفي بيشد جسمه بيتفاداها كلها. وداخل القلعه بقى النار ماسكه في المكان ومش سايبه حته سليمه، ونامي وتشوبر بيقابلوا بعض والحريق شغال من جنبهم. بتقول نامي انها مش عارفه تلاقي الطاقم بسبب النار اللي في كل مكان دي، واتباعه تما برضو مش عارفين يخرجوا من هناك، واتباع لهم كمان. وكل في حاله يرسى لها، النار مش سايبه حته في المكان غير لما بتولع فيه. الدنيا خراب فوق وتحت والدنيا فوق الدمار. فرانك شايل زورو بيدور على تشوبر عشان يعالجه، والساموراي بيجري وراها عشان فاكرين انه ممكن يعمل لهم حاجه ينقذهم بيه. وجيمبي واقف في الطابق الرابع وشكله بيحضر هو والساموراي حاجه جامده، بيفتكر رايزو ذكرياته من الماضي على انه اقسم انه هيستعد في اي وقت للنيران اللي زي دي، ومش هيعمل زي ما عمل قبل كده في قلعه اودين، وانه ما قدرش يحمي حد وقتها. بيفتكر رايزو كمان لما كان في جزيره زو، وانه شاف زونشيا لما كان بيغسل نفسه بتيار ميه جامده. ومن هنا جات له فكره جامده، هو ان يملى لفيفه من بتاعه النينجا بتاعته بالميه، وفعلا بيعمل كده وبيستخدم اللفيفه بتاعته، وبنشوف ان فيها تيار ميه جامد جدا بيحرك جيم بالميه داخل القلعه زي ما هو عاوز، وبينشرها كلها داخل القلعه عشان تطفي النار اللي جواها. وكل الناس اللي فقدت الامل انها تخرج من القلعه بيرجع لها الامل من تاني، وبدفعه قويه من جيم بالتيار الميه ده بينزلوا كام طابق مع بعض. تستاهل سقفه والله يا جيب انت ورايزو. وخارج القلعه ياماتو عماله تصرخ على مومونوسكي ان يحاول باي طريقه يسحب قلعه الغشيمة قبل ما تقع، عشان كايدو بدا يضعف جامد وشكله هيسيب قلعه الغشيمة تقع عشان يستجمع كل قوته من جديد. مصيرنا بين ايديك يا مومونوسكي، انت لازم تعمل حاجه دلوقتي. وفي اليمة الثانيه بنشوف لوفي هو قادر يمسك رعد من السماء وواقف قدام كايدو وعمال يضحك من المتعه اللي هو فيها. المعركه فوق الجمدان فوق الجمدان يا معلم وربنا.
انت لازم تصنع غيوب اللهب بتاعتك والا هنموت كلنا. انا بحاول والله يا ياماتو، بس هي مش عاوزه تخرج مهما حاولت. الاتنين واقفين في موقف صعب. مومونوسكي هو المفتاح لانقاذ حياتهم، اما ان ينجوا او يموتوا كلهم. في الماضي وقبل 20 سنه تحديدا، ليله هجوم كايدو على قلعه اودين وولع فيها. مومونوسكي انت لازم تروح مع كيمون والباقيين، انا واثقه انك انت اللي هتحيا عشيره الكوزوكي من جديد. انا مش هقدر اعمل كده يا امي. مومونوسكي يبلغ من العمر 6 سنوات، ولكن لو لزم عليا الامر هاخدك انت وهيوري معايا. مومونوسكي عمال يعيط وراقد على رجل امه. مومونوسكي سما ارجوك فكر في مشاعر امه، البلد دي بلد الساموراي. في بعض الاحيان الناس بيفشلوا فشلا شنيعا في حياتهم، ولكن ما ينفعش انك تشكي او ترفض طلب واحده بتتخلى عن حياتها بمقابل اولادها، مفيش عار اكبر من كده. لكن دي امي يا كيمون، انت فاهم يعني ايه امي؟ مع كامل احترامي يا مومونوسكي سما، انت الان خليفه اودين سما بعد ما ماتوا، والقائد الاعلى للساموراي وبلد وانو. لذا عشان كده بترجاك انك تديني فرصه مره تانية اني اقاتل في ارض المعركه، فانا افضل الموت بشرف في ارض المعركه على ان اموت هنا محروق، ومع ذلك انا هعمل اللي برضه هتقول لي عليه. مومونوسكي حاسس بشعور كيمو وانه فعلا عاوز يحرر بلد وانو، وانه كمان عاوز ينتقم من كايدو. مومونوسكي بيقف من جديد، كيمون راكع على الارض هو وباقي الساموراي. امي انا لازم اروح معاهم، ارجوكي اعتني بنفسك. مومونوسكي حزين على انه هيسيب امه واخته. مشهد جميل من اجمل المشاهد في القصه، الام بتبكي وبتبعت ابنها في المستقبل. في الحاضر انا لازم اعمل اللي اقدر عليه عشان اعرف اواجه امي، بس لحظه شويه عشان اكيد في ناس دماغها لفت معايا. في الفيديو اللي فات شفنا مومونوسكي قدر يصنع غيوم لهب ويشد بيها القلعه، لكن الفكره ان مومونوسكي طلع لهب صغير هنا ومزج لهب كايدو مع اللهب بتاعه عشان يقدر يشد القلعه عن بلد وانو. اما دلوقتي وزي ما عرفنا برضو في الفيديو السابق ان كايدو بدا يضعف وبدا يسحب كل قوته من كل مكان في القلعه عشان يعرف يقاتل لوفي. هنا مومونوسكي مطلوب منه بقى انه يلف قلعه انغوشيما كلها باللهب بتاعه عشان يقدر يشيلها هو ويخرجها من بلد وانو، لكن اللهب بتاعه ضعيف جدا وساعات ما بيخرجش اصلا من جسمه. كده تمام، اكيد فهمته كده. يلا بينا بقى نكمل في الدراما شويه. مومونوسكي عمال ينادي على القلعة عشان تقف وعمال يشتم فيها، وفي معركة السطح ضربات هاكف فوق الجمادات. الله الله انت مسكت البرق يا قبعة القش، ايه السخافة دي؟ لوفي بيجمع قوته وبيهاجم على كايدو بصعقة البرق دي، لكن كايدو بيتفادى ضربته عادي وبيرجع هو يهاجم عليه. لوفي عمال يضحك قدام كايدو، العب زي ما انت عاوز يا قبعة القش، لكن انك تكون معاك فاكهة شيطان دي برضو مش كفاية لغزو البحر. كايدو بيضرب لوفي ضربات قوية جدا، لكن لوفي بيستعد وبيهاجم على كايدو، لكن كايدو اداله واحده ريوم هاكي من بتاعته بتزعل لوفي حرفيا. خد روجر كمثال، ما كانش اكل فاكهه شيطان ومع ذلك قلب العالم كله. هو انا هنا مش فاهم بصراحه، يعني كايدو قصده من كده انه يعلم لوفي يفهمه انه يدرب جسده الاول على استخدام القوه الثانيه وبعدها يستخدم فاكهه الشيطان بتاعته، ولا ايه بالظبط؟ المهم كايدو بيضخم عضلات جسمه جامد ونزل ضرب في لوفي. لوفي بيقدر يمسك كايدو وبيطير في السماء. طيب ثواني برضه عشان نكون فاهمين حاجه، قدره ايقاظ لوفي متحرره جدا، يعني باختصار كده هو بيقدر يحول جسد كايدو لمطاط، وده مش لوقت طويل يعني في المكان اللي لوفي بيحط ايده فيه الجزء ده بيتحول لمطاط بس مش جسمه كامل، وبعد ما بيبعد ايده بيرجع تاني جسمه زي ما هو. عشان كده في الفصل اللي فات لما لوفي طلع ايده من عينين كايدو، هنا لوفي خلى عينين كايدو هي اللي تبقى مطاط وقدر يتحكم فيها زي ما هو عاوز. معلش لو اتكلمت على حاجات من الفيديو السابق، لكن ده عشان نفهم قدره لوفي ماشيه ازاي ونكون عارفين هو بيعمل ايه. بعد ما بيمسك لوفي جسم كايدو وبيطير في السماء، كايدو بيتحول لتنين وعاوز يطير ورا لوفي في السماء، لكن كايدو فاهم حاجه ان قدره لوفي بتتاثر من الانصال القاطعه بتاعته وبيبدا يهاجم عليه بالانصال بتاعته. بيحاول لوفي ان يتفاداها لكن برضه بيتصاب منها. وفي اليمة التانية وفي عاصمه الظهور تحديدا، الناس لسه بتحتفل بمهرجان النار وكل واحد منهم بيطير الفانوس بتاعه وكاتب عليه امنياته، وكلهم عمالين يدعوا ان اماليهم تتحقق. نرجع بقى لوفي ونشوف ان كايدو هجم عليه وفحمه، وزي ما انتم شايفين كده لوفي عباره عن سواد فقط، وفي الطبق اللي تحت النار لسه ماسكه في المكان، والزعيم ده مرمي على الارض وبيقول ان الهزات دي دليل على ان كايدو خلاص هيتهزم. بعدها بيقف وبيحاول يتكلم الى كل الساموراي، اسمعوني شويه، قبعه القش لوفي هيهزم كايدو بكل تاكيد، ولكن لو كايدو اتهزم الجزيره دي هتقع، ولكن في حاله انتصار كايدو على قبعه القش لوفي فده هيمنحنا وقت عشان يا زعيم ما تترددش انك تقولها، فمفيش حل غير كده اصلا، فكل واحد منا ليه عيله مستنيينه هناك في بلد وانو. الزعيم متردد يقول كلمه اننا ممكن نهرب عشان كلنا عارفين ان الساموراي بيفضلوا الموت في ارض المعركه. الكل بيحاول يدعي لوفي انه ينتصر على كايدو، كيد واقف على جنبه وبيشاهد كل اللي بيحصل في صمت. وفي الطابق الثاني اسب والزرافه دي بيحاولوا يهربوا من الميه
اللي جات عليهم وناوية تغرقهم. وفجأة هجوم كاسح من لوفي على كايدو. لوفي ضخم ايده اكبر من الجزيرة ذات نفسها. مومونوسكي حاول تبعد جزيرة انغوشيما دي عشان اعرف اهاجم. ما هو انا مش عارف يا لوفي ابعدها، انا بعتمد عليك يا مومونوسكي. اهدى يا لوفي بقولك مش عارف احركها. لا تقدر يا مومونوسكي، انا عارف انك هتشوف طريقة عشان ترجع عائلة الكوزوكي من جديد. ذكريات من الماضي، لكن ذكريات جميلة جدا. امي، ابي، هيوري، انتوا وحشتوني قوي. مومونوسكي بيحاول ولكن لسه برضو الغيوم مش عاوزه تظهر. لوفي وكايدو خلاص على وشك التصادم ما بينهم. كايدو عاوز يصد هجوم لوفي راجل لراجل. كايدو جسمه كله بيتحول لنار ومعتقد اعتقاد واحد ان مفيش حد يقدر يواجهه غير اودين اللي مات من 20 سنه. انا استنيت كتير جدا يا قبعه القش عشان اواجه شخص يقدر يخليني اخرج كل قوتي في معركه، لكن مش بعد ده كله يجي واحد زيك ويفكر انه يهزمني. قبل ما حد يفكر انه يهزمني هكون حرقت بلدوانه بالكامل، وكاني هسيبك تعمل الجنون اللي بتقول عليه ده يا كايدو. لوفي بيفتكر تدريبه مع الزعيم. حاول تستشعر الهاكي في جسمك وبعدين خرجه مره واحده في ايدك يا لوفي. لوفي بيجمع هاكي الريوف في الهجوم الخارج ده، وبيتصدم هو وكايدو بهجوم جبار جدا. الاتنين في اعلى مستوياتهم من الهاكي، وكلنا عارفين يعني ايه تصادم هاكي بين شخصين اقوياء، لكن كل اللي احنا شفناه من تصادم هاكي قبل كده ما يجيش جنب التصادم ده اي حاجه. وفي اليمة الثانيه اوسوب وكيمون وكيكي واقعين على الارض. الساموراي بيهتف لوفي انه يهزم كايدو ما يهتمش بيهم. في الماضي يوم اعدام دين. كيمون وباقي الاغماد التسعه بيهربوا من الاعدام، صرخات ودموع وحزن من الساموراي. في مكان واحد بس الساموراي دول هيروحوا هناك، اكيد عشان يحمي الوريث بتاعهم، لكن ما تخافش انا هتعامل معاه بنفسي. كايدو متجه يم قلعه اودين وعمال يقتل اي حد ليه علاقه باودين، وكمان اوروتشي بيقتل اي حد ببلدوانه ليه علاقه باودين برضه. كايدو راح ولع في قلعه اودين وتم قتل عيلته كلها. ودلوقتي جه وقت الدايمون التانيين. باختصار كده، هتساعدونا في اداره بلدوانه الجديده ولا هنخليها حرب يخلص عليكم؟ يخلص علينا؟ ايه السؤال الغبي ده؟ الكل بيرفع سيوفه اتجاه كايدو باجابه واضحه وصريحه، مفيش شغل على بلد وانو الا واحد من عائله الكوزوكي فقط. طبعا كايدو بعد ما بيسمع الكلام ده بتدور حرب ما بين الكل، وكالعاده كايدو بيولع فيهم كلهم وبيحتل بلد وانو كلها وبيعمل فيها مصانع هناك وبيشغل سكانها في المصانع دي. وطبعا عشان الميه الملوثه اللي كانوا بيرميها في النهر بوظت المحاصيل على باقي الناس اللي كانوا هناك، وناس عاشت في مجاعه وناس بقت بتموت. في الحاضر اوروتشي بيقدر يتحرر من الكروسكي اللي كان فيه وبيتحول لقوة الوحش بتاعته وبيكون مولع جامد جدا. بيحاول يهاجم على هيولو لكن بيجي شخص وبيقطع رقبته، ويا رب يكون مات بجد عشان دي تالت مرة يموت فيها ونتفاجئ في فصل تاني ان لسه عايش. وبيطلع ان اللي قطع رقبته ده هو دانجيرو، واحد من الاغماد التسعة. وفي اليمة التانية هاكي جبار بيظهر في السماء. كايدو ولوفي عاملين شغل عالي جدا ما بينهم. انا بحييك على صمودك ده يا قبعة القش، لكن مش انت اللي هتغير العالم ده. في الماضي كايدو عنده 10 سنين الا وهو اقوى شخص في الجيش في مملكه فوتكا، وقبل 46 سنه تحديدا. مش هينفع نبطل ما نحاربش عشان احنا محتاجين فلوس باي تمن. هم بيقصدوا انهم بياخدوا فلوس الدول اللي بيحتلوها، والا مش هيبقى لينا حقوق نعيش زي بقيه البشر في العالم. طبعا القصه دي قصه كايدو، ولكن طبعا انا هكملها هنا زي ما هي مكتوبه. لكن لو عايزين تعرفوا قصه كايدو بالتفاصيل انا شرحتها هنا في فيديو على القناه، تقريبا اسم الفيديو الجزء السادس والعشرين من اركوانو او السابع والعشرين من اركوانو برضو. المهم كايدو مستغرب ليه ملك زي ده بينفذ اوامر الناس زي التنانين السماويه دول. بعدها بنشوف ان البحريه سمعت عن قوه كايدو وعملت صفقه مع الملك انه يشارك في مجتمع الريفيري اللي بيحصل كل 5 سنين، ولكن كايدو برضه بيتقبض عليه. وهم ماشيين كايدو بيقدر يهرب من الحكومه. وفي الوقت ده كان كايدو عنده 15 سنه من عمره، واتحط مكافاه عليه وهي 70 مليون بري. بعدها كايدو بقى هو اللي بيسلم نفسه ليهم، وده ببساطه عشان بيكون جعان. يعني من الاخر سفن البحريه بالنسبه لكايدو هي عباره عن مطعم فيها اكل كتير ما بيخلص، وبعد ما بيخلص اكل بيدمر السفينه وبيمشي. وقبل 44 سنه في جزيره اسمها ملاهي قراصنه، كايدو راح هناك وهزم الناس اللي موجوده هناك، او نقول البعض منهم اللي هو كان ضعيف يعني. طيب توضيح سريع، الجزيره دي انا هعمل عليها فيديو واوضح ليه الجزيره دي بالذات اللي كانوا زمان دايما القراصنه بيتحاربوا عليها عشان يحتلوها. وعلى فكره قصتها جامده جدا وفيها اسرار هتعجبك قوي. حتى البحريه ما كانتش بتقدر تهاجم على الجزيره دي خالص، واللي كان في وقتها طاقم الرقص هو اللي كان محتلها. وكمان في خبر عاوز اقول لكم عليه، طلع بوست من كام يوم ان في فيلم بيتعمل عن طاقم الرقص والمعركه اللي حصلت معاهم، وبطل البحريه جراب وجولدي روجر، واكيد هيكون الفيلم جامد يعني الفيلم ان شاء الله هيكون. انا متشوق له بصراحه الفيلم ده عن اي فيلم تاني بامانه. المهم بنشوف اللحيه البيضاء وهو بيضم كايدو لطاقم الروكس، وبعدها كده بيتوجهوا لجزيره غودف ليه. بعدها بيسمعوا الناس اللي هناك اللي في جزيره ملاهي القراصنه ان طاقم الروكس اتهزم، وده بسبب ان ما كانش فيه تعاون ما بينهم. بتعدى 10 سنين وكل واحد شق طريقه بعيد عن التاني، وبنشوف قوه كايدو الكبيره واللي جمع طاقم
رقمه بقى معروف بين الناس، بتعرفوا واحدة من هناك انك اكيد عايز تزيد قوتك اكتر من كده، وانك تجمع طاقة ما يتهزمش بسهولة. كايدو بيكره البشر لاقصى الحدود، وعنده قانون واحد ان القوي لازم ياكل الضعيف. المهم كايدو بيقرر هيوري، وبيتأسف لها على سنين المعاناة اللي هي شافتها في حياتها. بوبوم، اختفاء غيوم اللهب بتاع كايدو اللي شايلة جزيرة الغشيمة. الجزيرة بتقع على عاصمة الزهور. كايدو بيسأل لوفي ايه العالم اللي انت عاوز تكون فيه؟ انا عاوز عالم اكل فيه لحد ما اشبع. اهو بسيط. المعركة ما بينهم بتكون قوية جدا بين الاتنين، وكل واحد منهم بيهاجم باقصى ما عنده من قوة. مومونوسكي اخيرا قدر يعمل غيوم لهب ويبعد الجزيرة عن كايدو. لوفي بيستخدم كل قوته وبينزل بيها على وش كايدو. كايدو خلاص ما بيقدرش يصدها اكتر من كده، وبيفقد قوته وبيتهزم اخيرا. كايدو بيعترف بلوفي وهو بيسكت ان هو الجي بوي. كايدو اتهزم وبينزل في بلدوان ومهزوم. سيطرة كايدو اللي دامت 20 سنة انتهت خلاص. كايدو والبيج مام نزلوا في بركان تحت جبل في بلدوان. لوفي بيقع من السماء ونزل على الارض، وياماتو بتجري عليها عشان تلحقه. وبكده وفي معركة السطح كايدو ضد لوفي، المنتصر فيها هو قبعة القش لوفي. لوفي نفذ قوته ونايم خلاص. مومونوسكي هو كمان وقع على الارض واكنه جايب اخره من التعب. سكان بلدوان لسه بيحتفلوا ومش واخدين بالهم من اللي حصل في الارك اللي بقاله اكتر من 3 سنين شغال ده. يعني قلعة نغشيمة قدر مومونوسكي ان يبعدها عن عاصمة الزهور. بعدها بنشوف الراجل ده وهو بيفتكر مع نفسه، بيقول ازاي ابو البنت دي واللي اسمه ياسو سلم نفسه مع انه عارف انه لو اتمسك هيموت، وزي ما احنا عارفين كلنا انه سلم نفسه عشان بلدوانه وعشان الخطة ما تتكشفش يعني من الاخر. بعدها بنشوف امنية البنت دي وانها بتشكر ابوها على اللي عمله يعني. وفي يامة تانية بنشوف نيكو موموش وهو واقف بيشاهد المنظر الجامد ده من بعيد، والساموراي هم كمان كلهم فرحانين ومبسوطين عشان انتصروا على 2 مليونكو. بصراحة يعني حاجة جامدة ان هم يفرحوا اكيد يعني. وابطالنا هم كمان بيشاهدوا الموقف ده في صمت بس فرحانين من جواهم. زونوشيا انت سامعني؟ انا فكرت في الموضوع بجدية، لكن انا مش هفتح حدود وانو دلوقتي. انا اكيد هحترم قرارك يا مومونوسكي وهكون تحت طوعك في اي حاجة انت تختارها. وفجأة حاجة بتتضرب في المكان وبتعمل صوت جامد جدا، وبيطلع ان اتباع كايدو لسه بيقتلوا الساموراي داخل القلعة وبيضربوا عليهم بالمدافع كمان عشان مش مصدقين ان قائدهم كايدو خسر. لحد ما بيجي ياماتو وبتعرفهم ان ابوها اتهزم، وكمان دلوقتي القائد بتاعها بقى هو مومونوسكي وهو اللي انقذهم من الموت. المهم دلوقتي هتبطلوا ولا هضربكم؟ وفجأة بنشوف انفجار هائل جدا بره القلعة. ايه ده؟ المكان ده هو اللي نزل فيه كايدو. البركان هاج وولد انفجار جامد جدا. بعدها بتشوف الناس قلعة غشيمة وفاكرة ان كايدو جاي يعمل حاجة فيهم، والناس طبعا بتطلع تجري وبتستخبى، لكن بيطلع مومونوسكي وبيعرفهم ان كايدو اتهزم وان هو مومونوسكي ابن اودين. الناس طبعا ما بتكونش مصدقة لحد ما بيتحول للشكل البشري بتاعه، وكمان بتظهر لهم هيوري ومعاها دانجيرو وبيحاول يشرح لهم هو مين بالظبط. بلد وانو كلهم في حالة اضطراب. الميتين بيصحوا وكايدو بيتهزم. ناس بترجع من 20 سنة يعني، بص من الاخر دماغ الناس دي هتفرقع من اللي بيحصل قدامهم. بيأمر انوروشي انهم يجيبوا له حلزون اتصال، وبيتجمع الاغماد التسعة من تاني وبيطلعوا على خشبة المسرح قدام الناس كلهم، والناس كلهم بيشوفوهم وبيكونوا مستغربين. بيوزعوا حلزون اتصال على كل الكرة اللي جنبهم. وفي يامة تانية ياماتو بتعرف طاقم لوفي انها بنت كايدو. الكل بيحضر نفسه وعاوز يهاجم عليها، لكن بتهديهم وبتعرفهم انها مش عدوتهم وانها كانت متابعة كل اخبارهم من الجرايد. ولكن انا نويت انضم ليكم وابحر معاكم. شوية منهم بيتصدموا وشوية منهم بيفرحوا، والشخص التاني بيتكلم بهدوء اللي هو جيمبي اللي فيهم يعني. بعدها بنشوف لوفي وهو بيكون متصاب على الاخر وبيحاول تشوبر يعالجه. بيحاولوا الناس المتبقيين من اتباع كايدو انهم يهربوا، لكن ياماتو بتوقفهم. وكمان بنعرف ان الدونغو بتاع اوتاما هيخلص بعد شهر، يعني احتمال يدخلوا في قتال تاني مع الناس اللي اكلت الدونغو دي. بنشوف انوروشي وباقي الاغماد التسعة وهم طالعين في بث مباشر للناس، وبيظهر شخص متخفي والاغماد التسعة راكعين ليه، وبيعرف الناس ان حكم كايدو انتهى وهم دلوقتي ما بقوش مستعبدين ولا حاجة، وانهم كمان هيدمروا مصانع كايدو. بتفتكر اوتاما المعاناة اللي شافتها في حياتها ويوم لما جالها خبر وفاة ابوها وامها وبتفضل تعيط. بيقول مومونوسكي
جوروسكي ان في الحرب دي قابل ناس اقوياء جدا من العالم الخارجي وكونوا صداقه مع بعض وكمان اتحالفوا كمان معاهم، وبمساعده الحلف ده هجموا على قلعه اونغوشيما وهزموا كايدو واوروتشي وكل اتباعه. الكل طبعا ما بيكونش مصدق، لكن بيكونوا سعداء ومبسوطين من الكل اللي بيقولوا ده وخلاص. ما هو برضه صدمه يا جماعه، يعني برضه من 20 سنه ما كانوش متوقعين ان ممكن حد يهزم كايدو. يعني بيقسم مومونوسكي انه هيرجع ارض وانو زي ما كانت في عهد ابوه بالظبط، انا بكون كوزوكي مومونوسكي. واخيرا مومونوسكي بيظهر بوشه والكل بيعلن باسمه وبيعترف بيه ان هو الشوغن الجديد. لكن زي ما انتم عارفين ان مفيش حاجه حلوه بتكمل للاخر، وفي نفس الوقت ده تحديدا بنتفاجئ ان في ادميرال جاي على بلدوانه وهو الادميرال الجديد الثور الاخضر. اعتذر شباب عن الاطاله، لكن اقسم بالله ان في ظروف معايا فعلا وما كنتش عارف اعمل ولا فيديو في الفتره دي بالذات، واسف لو صوتي بطيء شويه وما فيهوش الحماس اللي انتوا عاوزينه، لان بجد مطبق اكتر من يومين وما قدرتش اسجل اكتر من كده غير بالطريقه دي. وكمان في حاجة أخيرة بس عايز أقولها، أنا كده كده هلخص إنيوشا جنب وان بيس، أما بقى في أنمي هانتر فأنا سحبت عليه لأن أنا شفت طبعًا الدعم على هجوم العمالقة يعني، فمش هعمل هانتر عشان خلاص كده يعني أنا شفت الدعم خلاص من الاتنين وعرفت إن إنيوشا هو اللي هيكسب، فأنا كده هكمل في قصة إنيوشا، هعمل فيديو وفيديو، فيديو عن وان بيس وفيديو عن إنيوشا. ألو اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام، اتفضل. الشيخ عندي سؤال. اتفضل. الأرواح اللي ضحت بنفسها في حرب المارين فورد شنو مصيرهم؟ الأرواح هي حبيبي؟ اللي ضحت بنفسها في حرب المارين فورد، حرب القمة. حرب ايه حبيبي؟ حرب القمة. حرب القمة؟ القمة دي كانت ما بين ريال مدريد وبرشلونة ولا كانت ما بين مين؟ لا 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 لا، هاي قراصنة اللحية البيضاء والحكومة العالم. دي فين؟ دي في سبيستون ولا فين؟ لا لا لا، وان بيس. وان بيس. دي يعني ممكن تقول لعبة بابجي ولا حاجة. انا اصلا ماليش في الالعاب يا ابني، روح لابو عائشة ليه في الكورة. لا انمي يمشي يا ابني، يمشي. انت جاي تستهبل.